Jimna Leko is of Muhim Albinadu interbadly for coronavirus, Helen Patrick Kadabata, where interagency standing committee for a fetal angle on Magid Belchema Fihara and Musiba Kula Hadam of Woga. Salo Alfa Sabamia Ial, Ahal, Fagara, Wanas Alfakir, Le Ial Fibuka Katil Fit Junior, Le Haburu Kepso of Yoga Musiba and COVID-19, who are not for Belhaba Danesa Vianal Isadi. Ahal Fagara, Wanas Alfakir, Le Ial Hadi Iguru interbadly Lesa Ir, Walemula Masa Ayan Hana Ial. Ma bin dawa le iyal iguru wala de sanar olen kisa da wahatum balami awana hana ahal, balami awana min ahal, fagara wala nas alfakirin le iyal. Translators Without Borders hadi fasar loga hana shuwa Arab da. Amsara batla hanaha fi shanhibas abdal am wa abdal bahasa fi dunya. Lakin hata amsara maligad ilat le waja hana corona. COVID-19 da bishabi shunu, sara saalat amha. COVID-19 wala waja hana coronavirus, saagir bilhen ma nagdar mashifa. أمها قالت لكن بشتى فيقوها والعطش على الناس المرضانين وكلمس الناس والرشول جنبهم الناس المرضانين دا بلغو وردة وقوها وبلغو قاسي في التنفس دون ما نقدر نداوسا في شان ما نشيفها سألت سارة نقدر نداوسا أم سارة قالت في شان دا بدور كتغوري في أمان سارة الوجه دا بكرب أنواع يعتقل عن الناس من يكل بقدر بسائد لنداوسا الإيال هم مميزين وبيقدر بسائر هم كلا ندور تقول في أمان لينا تتنا أنا بدور كتاب جي بطلي سارة رقرة في سرير في الليل وما حسر نفسها شا بطل كامل قلبها وجي مر تدور تمشي للمدرسة لكن صد المدرسة تدور تشبر في غنها لكن مي آمن سارة تدور وجهها كورونا فيروس ده يحلي خوف على دنياها الأبطال عندهم قوة بالهين قال لدن متى قمدا إنها إيشان تنوم شنو إندي خلاص هيس واحد كنار وسمها في لبك ظلم من دا سارة سألت بالمالا شنو تدوي اللي تبقي بطلة سارة السؤال دا أسألها بدور اللي دبلي أقول للإيال هاد بدي كرر كيف يحم نفسهم إيشان يقدر يحم أي نادم سارة قالت شنو تدوري أبقى ليكي السؤال سألها بدور شول البقدر بطير شول عند صوت كبير وشول البقدر بسائد في لما هل شوف شول عجيب واحد كدخل للشام شنو انت أجابت سارة قال أنا أوريو قال تكولا ما شف أوريو قالت سارة أريو قال أنا قايد هنا تاكولا أنا جد من قلبك كان لي جد كده بقدر بقول لي إيار هذا الدنيا كرر فوق وجه هذا كورونا فيروس دا سارة قالت بقدر ببقى بطلة لكن أجيب دقو أريو آمن وليت سفر وين كلا بالوجه هذا كورونا فيروس في ما أي فقط بس سارة قال أريو ما في شغل البهيس ليكي كان أنينا جميل نقل سارة فوق وراء أريو ومرق ومشي باك هنا غرفتا وطارو للسحاب هنا الليل طارو جنب النجوم وسلموا للشم يم حرى بلد تقوم نزلوا هلوكي في السهارة جنب الحرامات في البكان ملمس عين هنا الإيال بالدالولو الإيال بكو في شن فرح ورفو إيد لسارة وأريو هناها مرحبا أنا بس سليم ولد الواحد قال شنو تسوو هنيني شيل الصبر ما نقدر نجي قريب نجيب شيء هنا كل ميتا واحد بعيد منك في شندبس علينا هنيني كلا سارة قالت أنا سارة وهود أريو تعرفوا إيال بدر بأول جواروهم رفقانهم أمهاتهم وأبهاتهم وجلودهم ليبقوا في أمان من وجهنا كورونا فيروس شنو نسوي نأصل إيدينا بالعلم والصابون قال سليم بابتسامة نعرف سارة نقو فيك وأينا كالمرضانين ونسلم للناس من بعيد ما نسلمهم بإيدينا نحاول مقعد داخل لكن نعيش في مدينة أبو زحمة مي أي نادم بيقول في البيت ممكن بدر بسائد بدا قال أريو ما بيقدروا بشوفوا الكورونا فيروس لكن بيقدروا بشوفوني نقطوا عرقبوا لكن البارو أقول فوق جناحيتي التنيني تشتا هم شاميتا واحد أبعد من قبيلهم طار أريو للسحاب بسليم وصار تشتهم فوق جناحيها طار بين المدن وبدأ يقوك ويغني آت سليم للإيال الفي الشواري أمشي قولوا لأهلكو أين في أمان داخل نقدر نفقل لقى بالانا من درب هنا مقر في البيت عجب الناس بشول أشافو رفو ليهم إيد وأصلوا لمشي لبيوتهم عجب الناس بشول أشافو رفو ليهم إيد وأصلوا لمشي لبيوتهم أريو طار فوق للسحاب آت سليم من الحلا فوق في السحاب طيارات طارت والناس الفي بشوفوهم وبالأجب فيهم الناس إلا كان حلو السفر قريب في الأقل حاسة قال سليم
بسد الحدود بين العالم وشتنا نقول في بكنا ومع الناس الرايدينهم شو الكثير نسمع شبا أم بدلو سارة قالت بخاف في شندا وقد وحدين بخوف وبيبقى ما بين عرب وقد شغل بين بدلو سارة أريو قال كان حسيت خايف دا بالنفس بالمالع وبسل الزفير أريو نفق كرة هنا نار كبير كيف تنجم وكان حسيت الخوف أريو سألهم بدور بطر بنادم اللي بيسويني بسام آمين قالت سارة سليم قال أنا كل بطر بناس اللي بيسويني أسام آمين شبه جدودي وفضهم ما بقدر بكبسهم إنشان بيكون بعضيهم وجعنا كورونا فيروس قبل نشوفهم كل سبب اللحد لكن دوكن ما بيكون في شان عافيتهم سارة سألت رفيقها تدو تناديهم بالتليفون آها سليم قال بنادونا كل يوم وبخبرهم فكل شغل اللي نسوي في البيت وجي لنا هيلو لشتنا تاكل كيبس نفض ناس المال كون نشوفهم دوغوت أريو قال بيوسف كيف علينا نريدهم تسمو هيلو وكان تقابلوا أبطال غدي البارك آها سارة وسليم آطوا وقالوا عظيم رفقتي ساشا عندها قوة خارقة خاصة أريو قال نمشي خلاص نزلوا في الأرض في بلاديغا سعيني بدو أحد برا من بيتهم تسل في زهور يمشافت أريو وإيال قريب فوق جناحيتا دا ذهكا أريو آضت واجب لنا نجيب أقل ميتا واحد بيناتنا في شندا بزقل لي قبس من بعيد شو تصوه هنيني حسيت بقبسان كي يمقلت ليدا ساشا أريو قال رأي شبن النفي بكلمات لنا واري رايدين نادم وأفعالات كلا بدور رفقاني أرف فوق واكي القاركة شنو قواتي القاركة ساشا أسالت كان نادم من أخال كيوجي مرضان انت تقولي في البيت إن شان تبتان ما أعطيت لنادم برا وجهنا كورونا فيروس أريو قال آها أبوي وهو قاي في كوزي سيكن لغي العافية كامل ساشا قالت لكن مي بالهم مكنوس ندالل نركب نقول في زرنا وناكل جميع أنا وأخوانينا لمس أصابينا ونلعب نقري كتب وبالألم في شان بفضل المدرسة مقر في البيت قاسي في البداية لكن دوغ ده والفنا دمي هين ما تقولا ساشا أريو قال انتو تفتشو درب لا تسوهلو ولما أعمل بأحبابكو في البيت دب سويكي بطلا نقل تقول الدعوز بأحكيوا سأل سليم نتدعوز وقر واحدين ساشا قالت نبقى بالهين صبورين ومتفاهمين وأجل في أعطيان الصبر دهب وقارقة في شندب سوينا والناس قد نبقى أحسن بدر وقت شيء لي أنا وحدي رأي لي وأنا وحدي وبتصل لي في غاني وقت وحدين لكن أريو كيف الناس القادم بعيد من البيت ولا ما عندهم بيوت سارة سألت ده سؤال زين سارة أريو قال تعالي نمشي نفتشا وقالوا مع السلام لساشا ومشوا قد يقولا الريزات همامية يمنزلوا في مكان تراب بحر نهاوغا شافوا زريبة ملان بناس بنية شافتهم وسلمتهم من بعيد سلام أريو أنا فرحانة لشوفك قد يقولا هنادت نهاو اللي وقف شيء هنقولا ميتا واحد أبعد من قبالانا في شندا بنكلم ليك من جاي لكن برين لي بقابل رفقانك أنا اسمي ليلى مرحبا ليلى أنا سارة وده سليم سارة قالت بوهاري شابة تحاول يتحمي نفسك من وجهنا كورونا فيروس شنو قد تسوي نأصل إيدينا بالصابون وعلمي ليلى قالت تقوه فيقو أيكي وسليم سأل تقوه فيقو أيكي وسأل سليم بيكون توصف لينا وليلى قالت خلاص سليم وصف لهم شتنا نحاول لنبقى رجلين لكن أنا خايف فوق شغل واحد كي ليلى قالت بيكون بنكلم فوق بيكوا سمين دانو واحد كي مرد ومد ودبز خوفاني بالهين صحيح وناس بيموتوا من وجهنا كورونا فيروس أريو سوى نفاس تقيل وقعد تيت أها أبطال الصغار عجيب أريو قال ناس واحدين دا ما بيمروا كلا لكن واحدين دا بيمروا بالهين وواحدين بيموتوا في شندا خاصة كلا نفكل للشياب وناس أبو مرض فيشان هم بس بيبقوا مريضين أكتر وأغر واحدين نسنا بالهين خايفين مي آمين بالهين قاسي لنا زران بمكان آمين في قلوبنا تدور تجربوا دم أيوة شتهم قالوا آها خلاص أريو قال للإيال شت يسدوا وإنظروا بمكان بيسموا آمين
اضطروا بوقت ولا بكان على سميت امين اريو قال سالهم شنو شافوا كيف بشعروا وشنو بشموا في مكانهم الامين سالهم كناد مهم في البدور بنادوا لي مكانهم الامين وشنو بنكلموا جميع تدروا تمشي لي مكانكم الامين متى كل سميت خزن ولا خوف اريو قال دعوا واتكو الخارقة وتقدروا تقولي أهلكو ورفقانكو وأضروا أنا أحتم بيكو والناس كثيرين يحتمون ودبسا إدكو ليلة قالت نظر نفكو لغا بالانا تشتنا صحي ليلة قال أريو فاكرين لغا بالانا كان وين كلا تدوري تجمعا لسافر هنانا هنا آخر وار ليلى التشال لتسافر بأريو ورفقانها الجديدين سارة فرحا ليلى تبتهم في شان تعرف وغل وحدين ندور مئة ونهانا قبالانا طارو أجل بلا كلام لكن ليلى عرف رفقانها الجديدين رايدينها بالهين بالمالة جبل أبو ثلج في قدامهم وأريو نزل في مدينة صعيرة يالشي بالدالله جنب البحر أريو واحد منهم عاد ورفع ليا إيديه مرحبا كيم قال اريو كل نادم بدور تقابل رفقاني وحدين على عندهم وجهنا كورونا فيروس وديسو كيف كان سليم سأل بوغو وبسم الحمامية بالهين وقد واحدين بالهين ايام وما بدور بدال لأيام كي كيم قال لكن نئيس بالهين واهلي اهتموا فوقي وحدين من ابهادنا وجدودنا مشى للنبتان القباب والبسائدوهم بالهين زينين لهم وناس يرفعون ساعدونا في البيت ورا دورات شيكي نسينا غدي كلا انا رفيق كيم واحد من الجيال قال في شان كيم عند وجهنا كورونا فيروس ما دهرانا لنبقى رفقان كان ما بشيفة كلا انا ما حل رايديانا وفرحاني ندر ندال الغدي كلا شو المهم لي انينا رفقان وقت واحد دا ليه ما يهانا قبالانا اريو قال كان نبايد من قبالانا لوقت شيء كلا ندر نسوي شؤون لقبالانا ليلة قالت ويوم واحد دا نندر نقول للمدرسة شبقول وندار الجميع قد يقول سليم قال وقد هنا المشي للبيت ليك ووقد سارة تقول لنا في قانها الجدد أقود آتي وآلو قبالاهم ما بنسوا مغامرتهم على سوو جميلة قلب سارة ويمر في شان أن كنا ما بشيوفوا قبالاهم لوقت كي لكن حسن أخير يما اضطر شول رفيق كيم قالا في شان ما بشيف الناس مي بقول تهالف كران لهم آريو رداهم شتهم لبيوتهم ورجى سارة لتنوم هذا المشا أريو رداهم شتهم لبيوتهم ورجى سارة لتنوم هذا المشا بيكون نسوي شو اللي سوينا باكل كلوا سارة سألت سارة وقال ليك لتبقي بأهل كي دوغوت أريو قال أضر لك قصتنا تقدر تفكر للناس الرايدينهم من دربهن أصلان إيدي ومقعد في البيت أنا أبدا مي بعيد بالهين ما تقول تقدر تبقي معي كان مشيت اللي بكانكي الآمين انت بطلي قال لي بالمالة انت كل بطلتي سارة انت بطلة لناس كل الرايدينك قال نامت سارة ويمقمت ام باكريتا ما في اريو مشى خلاص مشى اللي مكانها الامين لتنكلم ليا ورسمت شنو كل الشافو وعلموا فوقها في مغامرتهم جر لعاها برسمها لتخبرها شنو كل الكان شتنا ندرنا اول ناس ليبقوا في امان امي قالت الله جد بأبطال كتير في مغامرتي صار كلامك صحيح أمها قالت أبطال كتير بهم الناس من وجهنا كورونا فيروس شبه قباب والبسائدوهم الزينين شبه قباب والبسائدوهم الزينين لكن فكرتني شتنا نقدر نبقى أبطال كل يوم.